دي حرفه انا سميته حرفه علشان ما اقتصر بحرفه واحده، اتكلم او اتعلم واعلم كل الحرف وحتى احتضن كل الحرف. استوديو حرفة موجود في وسط قطاع غزة، بيستقطب كل الفئات، يعني ممكن أنا أعمل ورش. طبعاً الاستوديو حرفة أنا سميته حرفة علشان ما أقتصر بحرفة واحدة، أتكلم أو أتعلم وأعلم كل الحرف وحتى أحتضن كل الحرف اللي موجودة في قطاع غزة. ممكن يجوا هنا يشتغلوا، أو ممكن يجوا هنا يعطوا دورات، أو حتى الأطفال يجوا هنا ياخذوا دورات، أو حتى كمان في فكرة جديدة إنه الطفل اللي بيمارس هواية معينة ممكن يجيبها معه ويقعد في المكان. فكرة المكان كمان عافية، إن أنا اهتميت بديكور المكان، اهتميت باختيار اللون للمكان، لأنه الألوان لها جانب كتير كبير على النفس، فكان اللون الأصفر أو البرتقالي المصفر كان لون أساسي في مشروعي حتى فعلا ندخل السرور لأي شخص يفوت المكان. فمن هنا قررت إنه حرفة لازم تكون أول حاجة بتعطي ورش كاملة للأطفال والكبار للشباب، بنفس الوقت تستقبل أصحاب الحرف إن هم يجوا يعطوا داخل القطاع. فن المكرمية أو المنتجات المكرمية أضافت لي أول حاجة عافية. ليش؟ لأن المكرمية بتحتاج وقت كثير كبير وانت مركز فيها، بتحتاج صمت، بتحتاج هدوء. يعني أنا لاحظت على نفسي خلال الحروب، آخر حربين على غزة، يعني غزة في وادي وأنا في وادي، لأني مفصولة مع الخيوط والحبال، فالفصلة هذه كثير حلوة، يعني ساعدت في السلام النفسي عندي، ساعدت في الهدوء النفسي اللي عندي. فهذا الاشي هو اللي خلاني اطلع برا وخلي الناس الشعور اللي انا شعرته لازم هم يشعروا. وجود الاطفال بالعدد الكبير هذا، بالمخرجات الكبيره اللي كانوا يطلعوها، يعني وصلوا لي او اعطوني الهام انه مش لازم الاشي يوقف بس على حرفه السيراميك او المكرميه، حرفه لازم تعطي كل الحرف النوعيه. يعني احنا بغزه او بفلسطين بالعموم متعودين دائما على التطريز، متعودين على الخرز وبس. لا، في حرف فنيه نوعيه وبتواكب، يعني بتواكب العصر. ففي عنا حاجه او هدف من اهداف حرفه انه يكون منتجا، يعني هذه كثير كثير حابه الاطفال للجيل الجديد هذا انه ينبني عليها، كون منتجا ما تكون مستهلكا. او انه فكره كمان الانشغال بالكمبيوتر، بوسائل التواصل او بالجوالات بالعموم، لازم شويه يصير في فصل.